احسن لاعبي المنتخب المغربي بوفال واشرف الحكيمي. تفضل امين. اهلا بكم من جديد. معنا احسن لاعب في المباراه اشرف حكيمي الى جانب واحد من المتالقين منذ بدايه هذه البطوله سفيان بوفال. اولا نبدا باشرف، هذا المره الثانيه اللي تسجل جول واعر بالمغربي واعر. لا احنا فرحانين الماد اللي درنا اليوم، حتى انا فرحان البيت اللي دير، بلو هذا باش نعاونوا الفرقه باش ندوزوا لا بروشين فوا. لا بروشين تور بروشين تور بروشين تور. بوفال درتي ماتش كبير اليوم على الفريق. وي الحمد لله. فوالا مالوغوزمون كانت عندي لي زوكازيون باش نماركي وما ماركيتش، ولكن هذيك هي الكره. واحد النهار عاد سافا تسوغيغ، واحد النهار ما غاتماركيش، ولكن الحمد لله البلوز امبوغتون هي لا كاليفيكاسيون. خويا اشرف ماركا كوفران واعر واعر. والحمد لله سي كاليفي. بوفال عاونا بزاف وبغيت نقول كاملين الدراري داروا مات مزيان، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنوا نمشيو بعيد ونفرحوا على كل شيء الدول المغربي ان شاء الله. ونقولوا شكرا للمغاربه اللي جاوا هنايا واللي كيكونوا في المغرب، شكرا بزاف كل شيء وديما مغرب. واحد السلام على كل شيء الدراري وكل شيء الناس ديال مكناس. شكرا وداك الشهر كبير وغتزم. شكرا بزاف، بالتوفيق ان شاء الله. اذا نعاود هذه المره معه مدرب اليوم في احلى حالاته، شاهدناه بعد المباراه يحيي في الجماهير المغربيه ويحيي الكل في بهذا الانتصار. وحيد حليلوزيتش تفضل امين. اهلا بكم معنا مدرب المنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش. كوتش فيليسيتاسيون، تهانينا على هذا الفوز، ترشحتم الى ربع النهائي. المساله لم تكن سهله، ليس هناك اي مباراه سهله في دور كاس امم افريقيا، ولكن الهدف الذي سجله المنتخب الملوي كان جميلا، ولكن اهدافنا ايضا كانت اجمل. كانت هناك الكثير من الفرص لم نجسدها ولم نترجمها الى اهداف، ولكن انا كنت واثقا من اللاعبين حتى بعد انتهاء الفترة الأولى. قلت للاعبين أن لا يبزعوا وأن يحافظوا على تلاحم الخطوط. هل من خصم مفضل؟ الآن سوف نرتاح ونسعد بهذا الفوز. أقل شيء يستحقه المنتخب هو الراحة في الوقت الراهن. لا يجب أن نكثر من الحديث، ولا بد أن نركز على أنفسنا، ولا لا يجب أن نستخدم صيغة التفضيل. نحن الأفضل والأحسن وما شابه ذلك، لابد أن نتحلى بالتواضع.